يحطون على طبعا هي كلها ضغط على فرقة العباس. عزيزي انت ايش ما تضغط ما ممكن تخضعني، انا عندي سياسة عمل واضح، انطلق من الغطاء الشرعي، مبادئ الشرعية للفتوى وكذلك الإطار القانوني. غير هاي لو ما تضغط عليه مستحيل أضيل، ما تضغط أزداد قوة. وعلى فكرة أنت قدمت لي خدمة بالمظلومية اللي ظلمتونا بها، الفرق أنشئت لها وصارت هذا الكيان القول، وأنا الآن أتحدى. أنتوا بداية قلتوا أنه أكو تشكيلات قديمة وعدها بالمعركة وقاتلت وجبروا الناس يروحون يدلبون فتوى. أتحداكم الآن تفتحون التنقلات بين هيئة الحشد الشعبي، أكثر من 600 ما يطلع من الفرق باعتقادي، وأنا أعتذر من المقاتلين، أنا أعتذر من سوء الظن، يعني قد ما يطلع، قد ما يطلع 100، بس أنا أقول أكثر من 600 ما يطلع، بس أنا أتعهد 100,000 مقاتلة أنا أسحب يجون الفرقة العباس، وأنا هسه أقول لكم وفتحوا. أنا من اليوم هم من اليوم أول إدارة بلغ بالمقاتلين أي واحد يريد النقل من فرقة العباس إحنا نعطيه نقل، أنا أعطيه نقل ما عندي مشكلة أخذ بديل. يعني الآن فنهم إذا أتحداهم يفتحون تنقلات راح يقول ما يصير هذا ضبط عسكري وضبط شو أستاذ بن تريد تنقل ضبط عسكري، من تريد تأسس تطلي الفصائل وتطلي التشكيلات وتطلي الأحزاب وتطلي الشيوخ، هاي مو هذا، وتطلي المرافقين فوج كامل، هذا مو ضبط عسكري. أنا من أجي أقول لك قضية تطوعية، قضية اختيارية، قضية عقائدية، لازم نحافظ على هذا النفس. احنا ما نقدر نحولها كليا قضية عسكرية بحتة، وكان وقفت القوات العسكرية في كل العالم. الآن روسيا مرات تستعين بهاي القوات الشعبية وغير، يجيبوهم بالفلوس ورواتب عالية، احنا دا يجيبوهم بالوجدان وفتوى السيد السيستاني. تقول ما فتوى السيد السيستاني من يجيب؟ يدافع عن كل من منطقته وكذا وبقية المناطق الضبط. سيد الطفتوه قال لهم كل العراق تدافعون عنه،